لازم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كل التحية للمعزب اللي جمع الرجول الخير في هذا المساء الخير. نحن في هذا الوطن كلنا وحدة واحدة لا يفرقنا إلا الموت، وكل ما أوتينا من قوة ومروة سندافع عن كرامة هذا الوطن. كل إنسان في الدنيا له خط، هناك خطوط سياسية وهناك أجندات خارجية وهناك مصالح شخصية. نحن مصلحتنا هذا الوطن، لا نقبل غيره. منذ عام 93 وأنا تحت قبة البرلمان لم نرى يوما من الأيام مناقشة ومصلحة إلا هذا الوطن. هناك بعض الناس لهم مصالح الله يسهل عليهم، الشعب هو يقرر إعادته أو عدم إعادته. نقول إحنا الآن صفقة القرن وغير القرن. لو سألت صفقة القرن أن نحافظ على هذا الوطن وأن نسير خلف القيادة الهاشمية، لأنه اللي شايفه جلالة الملك إحنا ما شفناه. في عام 94 عندما التقينا في الديوان الملكي مع جلالة الراحل الحسين رحمه الله قال لنا حرفيا: إذا أردتم كرامتكم والحفاظ على أجيالكم وممتلكاتكم وأعراضكم علينا أن نقبل بالواقع. ما هو الواقع؟ كان هناك دولة عربية شقيقة مجاورة تفاوض على بقاء الأردن أو إنهاء الأردن، وتساوز العدو الصهيوني على السلام قبل الأردن. وقف برجس الحديد قبل جلالة الملك: نحن معك وبك سائرون. وقمنا بتوقيع معاهدة السلام التي البعض الآن يرفضون هذه المعاهدة. نحن نرفضها جملة وتفصيلا، ولكننا قمنا بالمعاهدة واستقرنا في وطننا وحافظنا على كياناتنا، ونحن كلنا أسرة واحدة، مسيحيين ومسلمين، فلسطينيين وأردنيين، لا يفرقنا إلا الموت، وكلنا نعيش أسرة واحدة في هذا البلد. والسلام عليكم. سألتك قبل ما نحكي عن علينا عن الصورة اللي نصفت. نعم. في كثير من الموجودين حابين يسمعونك توضيح، لأنه أنت ظلمت في هذه الصورة. وصي إليك. بارك الله فيك. أنا ممنونك على الملاحظة. يا إخوان، إحنا بنعرف الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وبريطانيا بتدعم الأردن من أجل استقرار الأردن وخدمة الشعب الأردني. قبل 4 أعوام أمريكا تبرعت لنا في مشروع في الرمثة محطة تحلية مياه تقريبا 7 مليون دينار أردني. إجت السفيرة الأمريكية آنذاك بدأت تفتتح المشروع، اتصل فيه معالي وزير المياه حازم الناصر الله يسعد مساك ومساء، قال: فواز، بكرة احنا عندنا السفير الامريكي بالرمثة، ممكن تقوم بالواجب وتسوي له غدا؟ لانه جاي من فترة الغدا. قلت له: ابشر، غدا وعشا وفطور. قمنا بالواجب باسم هذا الوطن وعملنا هذاك اليوم الغدا وشكرتنا وشكرناها وراحت الله يسهل عليها. بتفاجأ قبل ايام واللي حاطيني على الفيسبوك على نهر المجاري، لان الفيسبوك حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت امري الى الله بمن اساءوا لي ووضعوا السفيرة الصهيونية في منزل النائب فواز الزعبي. انا عزمت السفيرة الامريكية وقمنا بالواجب، ما يجينا جبنا سفيرة اسرائيلية وقلنا لها تعالي، والان دبلجوا الصورة وحطوها على المواقع الالكترونية من اجل اساءة، لان الانتخابات قربت. نحن احنا يعني بندمر انفسنا ان نقدم الانتخابات وتيجي مشان يسيئون. عندنا الحمد لله وعي، عندنا ناس عارفين الصح والغلط،
ولكن هناك نازل المصالح للنيل من رموز هذا الوطن. أما بالنسبة لمعالي سلام محمد أبو ماهر أنا وياه من وأنا رئيس بلدية بعرف هذا الرجل. إلك حق بتوهم، عليك حق بدك تدفعه. أنا من ممكن نختلف مع أي واحد من اللي قاعدين بخصوصياته، ما له علاقة فيه، يستبلوه. هاي كثير من النواب طيران بالطيارة رايح جاي جاي رايح، أقول له ويش رايح ولا وين جاي؟ شو اللي عنده أنا؟ أنا بهمني.